بزاف ديال الناس كيسولوني على كيفاش ممكن نكتب هاد لي سامبول هادو اللي كتشوفوا على المايكروسوفت وورد. فاذا كانت عندك كلافي ازيرتي بحال اللي كاينه في الصوره، غتشوف معايا هذاك السطر الفوقاني كاع والسطر اللي تحت منه، انا دورت عليه اطار بالاحمر، هذوك الازرار او هذوك لي توش اللي كاين عندنا تماك. فكل توش او كل زر كاين عندنا فيه 4 ديال لي سامبول او 4 ديال لي كاركتير. فلا خدينا على سبيل المثال رقم 8 كي كتشوفوا في الصوره، فكاين عندنا فيها الرقم 8 وكاين عندنا فيها هذيك تيري بالويت او اندرسكور اللي هي السميه ديالها الحقيقيه اندرسكور، حنا تنقولوا لها تيري بالويت، وكاين معاها اونتي سلاش يعني سلاش معكوسه. وهذيك السامبول رقم 4 كي كتشوفوا يا اما كتكون فيه رقم 8 مع هذا 8 سميتو، يا اما تيكون فيه رقم 8 او تيكون عندنا فيه تماك اطوال النجمه. فركز معايا مزيان في الدرس هذا، غنشرح لكم داكشي اللي غادي نشرح لكم على الزر رقم 8، فهو كيتابليك على هذاك السطر كامل اللي دورت عليه اطار بالاحمر. لايك الفيديو، ما تنساش دعم القناه، وما تنساونيش انا ايضا بالتعليقات المحفزه حتى استمر في نشر هذا المحتوى النافع. على بركه الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دونك كي ديجا شفنا في الانتروداكسيون، فغادي نشرح لكم هاد لاتوش او الزر رقم 8. وكيف قلت لكم، فكاع داكشي اللي غادي نشرح لكم على الزر رقم 8 فهو غيت ابليكا على هذاك السطر كامل ديال هذوك الازرار اللي كاينين في الكلافي. لكن قبل ذلك فبغيت نقول لكم بلا الانواع تاع لي كلافي راهم كاين عندنا فيهم جوج الانواع. كاين عندنا هذا النوع هذا اللي كيتسمى ازيرتي، اذا رديتوا معايا البال ازيرتي كيبدا بحرف زاد من هنايا، كنبداو بعند ا زد او ار تي ايغريك. دونك هاد الكلافي هادي كتسمى ازيرتي. وانا السطر اللي غنشرح لكم راه هو هاد السطر هذا، هذا هو اللي تنشرح، لان كي كتشوفوا معايا هنايا كي قلت لكم في الانتروديكسيون كل زر من هاد الازرار او كل توش من هاد لي توش هادو كتكون من 4 ديال لي سامبول، والزر اللي غنشرح لكم انا هو الزر رقم 8 هذا كي كتشوفوا مزيان، انا نكبروا عندكم. دونك الزر رقم 8 كي كتشوفوا كاين عندنا فيه رقم 8، كاين عندنا فيه اندرسكور، كاين عندنا فيه هاد اونتي سلاش، وكاين عندنا فيه هنا ايطوال، هو نفسه اللي كاين عندنا هنايا في السبور. فقلنا هاد النوع تاع لي كلافي اللي كيبدا هنا بحرف ا ومعاه زاد كيتسمى ازيرتي، لان كتكون مكتوبه هنايا. لكن بحال كاين شي وحدين غيلقاو عندهم الكلافي على هاد الشكل هذا بحال اللي كاين عندي في بيسي بورطابل مثلا، فهاد النوع تاع لي كلافي كيتسمى كويرتي كي كتشوفوا معايا هنا. على سمينا كويرتي لان كيبدا من حرف كيو كا حداها دبليو في حداها او حداها ار تي ايغريك، دونك هادي كتسمى كويرتي. يعني راه كاين عندنا جوج الانواع تاع لي كلافي، الكلافي يا اما كتكون كويرتي ولا كتكون ازيرتي. دونك غادي نرجعوا للشرح ديالنا في هاد الكوموند هادي. انا قبل ذلك غنطرح عليكم واحد السؤال، في هاد لاتوش هادي او في هاد لي توش اللي هضرنا عليهم في الكلافي كاملين ديال هاد السطر هذا، هاد السطر الثاني، لان قلنا حنا كل توش او كل زر كيتكون من 4 ديال لي سامبول، السؤال المطروح اذا جيت كليكيت انا عند هاد البوطونه شنو هو السامبول اللي غيتكتب عندي في المايكروسوفت وورد؟ واش غيتكتب عندي 8 ولا اندرسكور ولا اونتي سلاش ولا غيتكتب عندي هاد الزر هذا؟ اول حاجه خصكم تردوا ليها في الكلافي، في الكلافي اول حاجه خصكم تردوا ليها البال، اول حاجه تردوا ليها البال هو هاد البارتي هادي، هاد البارتي سميتها البارتي ولا بافي نيميريك، هادي قلنا سميتها بافي نيميريك. هاد البافي نيميريك كاين عندنا فيها هنا واحد ثلاثه ديال البولات، هما تيشعلوا عندنا هاد الثلاثه هادو، هادو تيشعلوا بثلاثه. اذا كانوا الارقام ما خدامينش، اذا كليكيتي عند شي رقم وما تكتبش لك، معني تا خاصك تكليكي عند هاد فغوي نيميرو، هادي كتكون سميتها فغوي نيميرو دي فغوي نيميرو. اذا كانت كليكي عندها وكانت هاد البوله ديالها شاعله، معني تا الارقام راه خدامين، واذا ما كانش البوله تاعها شاعله هادي اللي في هاد البلاصه، فمعني تا الارقام راهم ما خدامينش. هادي اللي حداها هنا هاد البولة اللي حداها كتاكتيفا ولا كتشعل اذا كنتي مدير هاد الماجيسكيل اللي هي كابس لوك، الا كنتي مكليكي عند الماجيسكيل فهاد البولة كتبقى شاعلة. نصيحة من عندي لكم، هاد كابس لوك هادي هاد البوطونة هادي كابس لوك ولا هي اللي كنكتبو بها الماجيسكيل، عمرك تاكتيفيها، خليها دائما ديزاكتيفيها. فالمشكل اللي عندكم اللي ما تيخليكش انك تكتب هاد لي سامبول
لي سامبول اللي كاين المشكل اللي ما تيخليكش تكتبهم مزيانين اشنو هو انك ما كتكونش راد البال لهاد كابس لوك وكتكون مأكتيفيها هذه اللي كتشوفوا ما كتكونش راد ليها البال وكتكون مأكتيفيها والا كنتي مأكتيفيها فما كتخليكش تكتب هاد لي سامبول هذا دونك اول حاجه غترد ليها البال وهاد كابس لوك ولا هاد الماجيسكول خاصها تكون ديزاكتيفي يعني هاد البلاصه هذه خاصها تكون شاعله فيها غير هاد البوله صافي هاد البوله الثانيه ما خصهاش تكون شاعله خاصها تكون طافيه ديال الماجيسكول واخا هذه من جهه دونك اذا كانت هذيك البوله اللي قلنا ديال الماجيسكول كانت طافيه دابا عاد نقدروا نهضروا على هاد البوطونه هذه ولا هاد الزر هذا وداك الشيء اللي غنقول لكم على هاد الزر هذا كينطبق على هذاك السطر كامل فهاد الزر هذه غنقسموا هاد الزر غنقسموه لاربعه ديال الاجزاء هذا هو زون رقم واحد لا زون رقم واحد وهذه زون رقم اثنين هنا زون رقم ثلاثة وهنا زون رقم أربعة زون رقم واحد يعني إذا بغيتي ملي تكليكي عند هاد البوطونة هذه بغيتي يبان عندك رقم 8 بحال اللي كاين في لي بيسي بورتابل في هاد الحالة خصك ضروري تكون يا إما مأكتيفي هذه يا إما تكون شاد في يدك هاد شيفت هاد شيفت راه كاين عندنا منها جوجات هانتوما نقرب عندكم مزيان باش تبان لكم شيفت هادي سميتها شيفت كاين عندنا وحدة هنا وكاين عندنا وحده في الجهه الثانيه هي هذه دونك كاين عندنا جوجات ها هي وحده هنا وكاين عندنا وحده هي هذه ها هما جوجات اذا كنت نشاد شيفت بيدك كومسا انا غنشد يعني استمر في الضغط على زر شيفت ونضغط على رقم 8 كومسا ها انتم بحال هذا الشكل هذا انا شاد شيفت بيدي ولا جيت قست هذه كومسا فاللي غيت تكتب عندي هو رقم 8 يعني زون رقم واحد في هاد لي بوطون اللي كاينين هنا كاملين هاد السطر كامل لا زون رقم واحد هاد لا زون رقم واحد كان اكتيفيوها بشيفت يا اما نكون مأكتيفي كابس لوك يعني هنا الضو يكون شاعل او اذا ما كانش الضو شاعل كنشد بيدي هاد شيفت هادي نبقى شاد شيفت كومسا ونكليك عند رقم 8 في هاد الحاله لا زون اللي غيكون اكتيفي هو رقم 8 يعني اللي غيتكتب عندي هو رقم 8 واخا زون رقم 2 هاد لا زون هذا تيكون خدام باغ ديفو يعني اذا ما كانش عندي الا ما كان هذه الا كانت طافيه وانا قلت لكم هذه خاصها تكون دائما طافيه اذا كانت هذه طافيه وجيت دابا كليكيت عند رقم 8 كليكيت عند رقم 8 كومسا فاللي غادي يبان عندي هي اندرسكور او تيريبل ويت هذا زون رقم 2 دونك زون رقم 1 كان اكتيفيو بشيفت وزون رقم 2 راه هو اللي خدام باغ ديفو مزيانه هذه دونك بالنسبه دابا للزير بالنسبه لازون رقم 3 هاد لازون هذا رقم 3 اللي فيه اونتي سلاش اونتي سلاش تنخدموها بلاتوش التا غرافيك لاتوش التا غرافيك هانتوما شوفوا معايا هنا اسباس عندنا حداه جوج ديال التا كاين عندنا هاد التا عاديه التا الترنيت الترناتيف هما سميتهم لي زانترناتيف الترناتيف وكاين عندنا هنايا التا غرافيك هادي التا غرافيك تنشد بيدي التا غرافيك كومسا نبقى شاده يعني استمر في الضغط عليها ونكليكي عند رقم 8 الا كليكيت كومسا فاللي غيبان عندي هو هاد اونتي سلاش يعني دابا مثلا الا قلت لكم انا بغينا نكتبوا اروباسك شنو كنديروا ملي كنبغيو نكتبوا اروباسك شنو كنديروا كنبقاو شادين التا غرافيك وتنجيو نكليكيو عند هنا عند اروباسك واروباسك فين بلاصه كاين فهو كاين في لازون رقم 3 لازون رقم 3 كنبقى شاد التا غرافيك كومسا وتنقيس هنايا مره وغيبان عندي زون رقم 3 اللي هو اروباس كان غنبينو عندكم كومسا باش يبان لكم مزيان دونك اما بالنسبه لهاد لا زون رقم 4 فهذا لكان الويندوز اللي خدامين به لكان باللغه العربيه فهي اللي غتلقاوها خدامه دونك اللي خصك تركز عليه انت دابا هما هاد الثلاثه ديال لي زون زون رقم 1 كان اكتيفيوه بشيفت او خصنا نكونوا مخدمين ولا مأكتيفي الماجيسكول زون رقم 2 هذا خدام باغ ديفو زون رقم 3 كان اكتيفيوه بلاتوش التا غرافيك هي هذه واخا دونك اذا قلت لك دابا مثلا الا قلت لك غتكتب لي هذا السامبول هذا السامبول الا بغينا نكتب بحال هذا السامبول هذا السامبول هذا والعكس ديالو ها الا بغيت نكتبهم فاشنو هي لاتوش اللي غادي نحتاج انا غنوريكم عاوتاني الكلافي على هذا الشكل هذا دونك الكلافي هي هذه وبيان سور هذاك الزر راه كاين عندي فين نشوفه هنايا فين كاين عندي هنا كاين عندي في زون رقم 4 شفتوه في لاتوش رقم 4 شفتوه لاتوش رقم 4 ها هو كاين عندي فيها هذا السامبول هذا شفتوه دونك هو اللي تنهضر عليه مزيان دونك الا بغيت دابا نكتب هذا السامبول هذا شنو غندير خصني نشد لاتوش هي فين كاين هو كاين في زون رقم
4 كاين في زون رقم زون رقم 3 لاطوس رقم 4 هاد الاولاني اللي فيه 4 هو زون رقم 1 واللي فيه هاد التيري هاد لابوستروف كاينه في زون رقم 2 وهاد العلامه اللي محتاجين حنايا كاينه في زون رقم 3 وحيت هي كاينه في لا زون رقم 3 الا بغيت ناكتيفيها خاصني نشد لاطوش التا غرافيك هاد هي لاطوش التا غرافيك وعاد نمشي نكليكي عند رقم 4 كومسا وبالتالي غيبان عندي هذا الرقم هذا. اذا بغيت العكس ديالها يعني معكوس العكس ديالها بغيت هذا السامبول هذا العكس ديالها نفس الشيء غنشد لاطوش التا غرافيك هي هذه وغنمشي نكليكي عند العكس ديالها ها هو عاوتاني النيت كاين عندنا في لازون رقم لازون رقم 3 اذا كليكيت عنده كومسا فغادي يبان عندي. واخا سؤال بزاف كيسولوني عليه الناس عاوتاني اللي هو كيفاش نكتب اكبر من واصغر من هانتوما ردوا معايا البال هذه هي لاطوش او الزر اللي كاين فيه اصغر من مع اكبر من. دابا الا كانت هذه انا ديما تنقول لكم هذه خصها تكون ديزاكتيفي ما خصهاش تكون خدامه ديما الا بغيتي تبعد من المشاكل خلي هذه ديزاكتيفي. الا كانت هذه طافيه وجيتي كليكيتي عند هاد لاطوش هذه فهي اوتوماتيكمون كليكيتي عندكم صا غتعطيك اصغر من. لكن اذا شديتي في يدك زر شيفت وعاودتي قصتيها غتعطيك اكبر من. في امان الله.